هلا شباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. مواصلة في سلسلة الأفعال غير المنظمة، وهي أكثر مشكلة بتواجه الطلاب. اليوم جيناكم بطريقة جديدة وطريقة مبسطة أيضا لحفظ الأفعال. طيب، إيش عندنا القاعدة بتقول؟ خلينا أول نذاكر كلماتنا. عندنا sleep, weep, creep, sweep, feel, and kneel. طيب يا شباب، الملاحظة الكلمات الأولى آخر ثلاث حروف فيهم sleep EEP, weep EEP, creep EEP, و sweep EEP. طيب حن عندنا آخر كلمتين feel و kneel. طيب انتهوا بإيش؟ double EL, double EL. طيب ايش القاعدة حقتنا بتقول؟ القاعدة حقتنا بتقول إذا انتهت الكلمة ب دبل إي بي ولا دبل إي إل، نحذف واحدة من الإي ونضيف حرف التي. طيب خلينا نطبق القاعدة. الحين عندي كلمة sleep اللي هي يعني ينام، لما أجي أضيفها في القاعدة بتاعتي بتكون S L E P T. إيش حصل؟ حذفنا واحدة من الإي صارت slept، وبعد في التصريف الثاني بتصير أيضا slept. طيب عندي كلمة weep انتهت بدبل اي بي بتصير أيضا دبليو اي بي تي wept، والتصريف الثالث أيضا دبليو اي بي تي wept. طيب عندي كلمة creep اللي هي يزحف سي ار اي واحدة في تي، والتصريف الثالث سي ار اي في تي. طب كلمة ويب تباع عندكم في التعليقات، تكون عندكم هوم وورك، تباع عندكم في التعليقات. طب عندي كلمة فيل، ايش بنتعامل معها؟ اف اي ال فيلت E L T felt و kneel، اكتبوها في التعليقات kneel و sweep. نشرح القاعدة الثانية، إذا انتهت الكلمة ب double E P ولا double E L نحذف واحدة من ال E ونضيف T. لما نشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله.